أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم اكشف لنا عن حال نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، واجعله لنا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، وارزقنا حسن وكمال الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة وفي الليل والنهار وفي كل وقت وحين، وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب الشفاء للقاضي عياض وشرحه المسمى نسيم الرياض، شرح شفاء القاضي عياض للإمام الخفاجي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ومعه أيضا شرح الشيخ الملا علي القاري على الشفاء. نقرأ المتن أولا وبعدين التعليقات. طيب. قال الماتن وهو الشفاء للقاضي عياض في كتابه الشفاء: لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه. قال حدثنا الحسين بن محمد، قال حدثنا أبو عمر النمري، قال حدثنا أبو محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال حدثنا ابن الأشعث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. فبادرت إلى نكت مسفرة في وجه الغرض عن وجه الغرض. طيب، أن الإمام في الأول نشرح الإجمالي: لما رجوته لي ولك من الإيه الثواب، ولما أخذ الله تعالى، دي لما الثانية، على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وأنا مقتد بهم، ولما حدثنا، ونهاية الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لهذه الأشياء الثلاثة بادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض. نكت يعني مسائل وفروع، مسفرة أي مظهرة عن وجه الغرض، اللي هو الكلام في صفات السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
واحنا كنا وقفنا عند الدليمة الأخيرة اللي هي خاصة بإيه؟ بالحديث. قال ولما أي قال ولما أي الحديث أي نقرأ شرح ملا علي القري أولا. قال ولما أي وللحديث الذي حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله تعالى بقراءتي عليه، يعني الشيخ قرأ عليه، وهو هشام بن أحمد ابن هشام ابن خالد الأندلسي الوقشي بفتح الواو والقاف الوقشي والشين المعجمة نسبة إلى وقش قرية من قرى طليطلة بالأندلس الكناني الفقيه الحافظ، ولد سنة 848 واشتغل بالفنون وقرأ على المشايخ ومهر في النحو والعربية واللغة وفنون الأدب واعتنى بالحديث. قال القاضي عياض كان غاية في الضبط والإتقان، وله تنبيهات وردود على كبار المصنفين في بعضها في بعضها يعني في بعضها مناقشة يعني. وكان له نظر في الأصول واتهم بالاعتزال، وكان من المتسعين في ضروب المعارف، وكان يعرف الفرائض والهندسة وغيرهما، ومات في جماد الآخرة سنة 89 و400. كذا ذكره الحلبي. وقال التلمساني وهو هشام ابن أحمد ابن هشام الهلالي ماشي، يعرف بابن بقوة بالباء الموحدة المفتوحة والقاف الساكنة بعدها واو مفتوحة وتاء مقلوبة في الوقف هاء، ابن بقوة، فلما يوقف عليه يقول ابن بقوة إنها مقلوبة هاء، ولو وصلها يقول ابن بقوة ماشي. وهو إمام حافظ وشيخ من شيوخه الذين اعتمد على النقل عنهم في هذا الكتاب، أي شيخ من شيوخ إيه؟ القاضي عياض الذين اعتمد على النقل عنهم في هذا الكتاب وغيره. وكثرت الروايات عنه في أسانيد القاضي عياض رحمه الله تعالى، وتكرر السماع عليه. ذكره الحافظ أبو محمد ابن عبيد الله الحجري وأبو العباس أحمد ابن الزنير الثقفي. وللقاضي رحمه الله تعالى شيخ آخر على هذا النحو، شيخ آخر على نحو هذا الاسم، نعم الإيه؟ أحمد ابن زبير. أنا عندي أصل أبو هنا الطبعة صعبة. طيب، وللقاضي رحمه الله تعالى شيخ آخر، يبقى أحمد ابن الزبير الثقفي. وللقاضي رحمه الله تعالى شيخ آخر على نحو هذا، على نحو هذا الاسم، هو القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد بن سعيد الكناني الوقشي الضابط، صاحب كتاب غريب الموطأ جليل النفع كبير القدر، والله تعالى أعلم. قال أي هشام حدثنا الحسين بن محمد، زاد في نسخة الجياني بجيم مفتوحة فسكون تحتية فهمزة ممدودة فنون فياء نسبة، فياء نسبة إلى جيان يعني أو جيان، وهو الحافظ أبو علي الغساني، وستأتي ترجمته مبسوطة. كذا ذكره الحلبي. وقال التلمساني له كتب مفيدة جدا، توفي سنة 98 و400. احنا كنا بندرس علم الحديث قبل كده بين المغرب والعشاء. هنا بقى كل واحد لازم يذكر تاريخ وفاته عشان يعلم منه انه لقي من لقي شيخه وتلقى عليه، ولا الا لو كان تاريخ الوفاة غير مناسب للتلقي هي ايه؟ مش هيصلح، يبقى الحديث منقطع. حدثنا ابو عمر بضم العين النمري بفتح النون والميم نسبة الى نمر
إلى نمر بكسر الميم، نسبة إلى نمر بكسر الميم، وهو أبو قبيلة، وإنما فتح في النسب استيحاشا لتوالي الكسرات. وهو حافظ الغرب وشيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ها الحافظ بن عبد البر ابن عامر النمري القرطبي الأندلسي الشاطبي، ولد في شهر ربيع الآخر سنة 68 و300، وترجمته شهيرة وتصانيفه كثيرة. توفي بشاطبة ليلة الجمعة سلخ شهر ربيع الآخر، سلخ شهر ربيع الآخر سنة 63 و400، واستكمل 95 سنة. اللي هو ابن عبد البر المشهور المالكي، ها صاحب كتاب التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد، وصاحب كتاب الاستيعاب والاستذكار، وابن عبد البر صاحب الاستيعاب أيضا، ها الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وصاحب كتاب الاستذكار ها لما في موطأ مالك من المعاني والأخبار، موسوعتين ضخمتين في الفقه الإسلامي عموما، كل واحد 25 مجلد والثاني 30. وترجمته شهيرة وتصانيفه كثيرة. توفي بشاطبة ليلة الجمعة سلخ شهر الربيع الآخر، سلخ يعني آخر يوم في الشهر، خلاص، سنة 63 و400، واستكمل 95 سنة و5 أيام. واعلم أنه وقع في أصل التلمساني زيادة حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الشيباني التبريزي البغدادي، مات في ذي الحجة سنة 68 و400، حتى قال الناس مات في هذه السنة حافظ المشرق وحافظ المغرب، يعنون أبا بكر الخطيب ها وأبا عمر رحمهما الله تعالى. قال حدثنا أبو محمد ابن عبد المؤمن أي القرطبي من قدماء شيوخ ابن عبد البر، قال الذهبي في الميزان كان تاجرا صدوقا، لقي ابن داسة والكبار، وكذا ذكره الحلبي. وقال التلمساني يعرف بابن الزيات، شيخ أبي عمر ابن عبد البر البروري، بل شيخ أبي عمر ابن عبد البر ها روى عنه في المسند الكبير. أصل النسخ دي الحروف لازقة في بعض، ماشي، نعم. وقال التلمساني يعرف بابن الزيات، شيخ أبي عمر ابن عبد البر روى عنه في المسند الكبير. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن مكر أي ابن محمد ابن عبد الرزاق ابن داسة بمهملتين، الدين والسين يعني مهملة، الدال والسين مهملة، وتخفيف الثانية مش داسة، لا داسة، عند الجمهور بصري، وهو أحد رواة أبي داود، رواة سنن أبو داود، أبو بكر بن داسة ده، يبقى في سنن أبي داود برواية إيه أبو بكر، أبي بكر بن داسة، وعنه طيب أحد رواة أبي داود، وعنه مشهور الترجمة، وقد روى عنه بالإجازة أبو نعيم الأصبهاني. قال حدثنا سليمان بن أشعث وهو الإمام الحافظ صاحب السنن أبو داود السجستاني، قال أبو عبيد الآجري سمعته يقول ولد سنة 200، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل الله حديث العتيرة، وأراه كتابه فاستحسنه، ومناقبه معروفة، قيل أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديد لداود عليه السلام. الله. قال حدثنا سليمان بن أشعث، ما حدش يعرف إن يقول عارف سنن أبو داود، وهو الإمام الحافظ صاحب السنن أبو داود السجستاني، قال أبو عبيد الآجري أو الآجري سمعته يقول ولد سنة 200، وكتب عنه شيخه أحمد بن حنبل، كان شيخ سيدنا أبي داود السجستاني سيدنا أحمد بن حنبل، وسيدنا أحمد بن حنبل كتب عن إيه عن أبي داود ها حديث العتيرة.
وهذا من رواية الايه الاكابر عن الايه الاكابر عن الاصاغر، لان ده شيخ، رواية الايه الشيوخ عن التلاميذ. واراه كتابه، اي ارى سيدنا ابو داود السجستاني الامام احمد كتابه، فاستحسنه. ومناقبه معروفة، قيل أولينا الحديث لأبي داود كما أولينا الحديد لداود عليه السلام. مات في 16 شوال سنة 75 و200 بالبصرة. حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، شيخ الإمام البخاري، ده نسبة إلى تبوذك، دار اشتراها الحافظ، روى عنه شعبة وهمام وخلق، وروى عنه البخاري وأبو داود. وقال عباس الدوري، كتبنا عنه 35,000 حديث، توفي سنة 23 و200، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. لما أقول لك أخرج الجماعة يبقى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة بن دينار الإمام أبو سلمة أحد الأعلام، روى عن أبي عمران الجوني وغيره، وروى عنه شعبة ومالك وغيرهما، صدوق يغلط، وليس هو في قوة مالك. وأخرج له مسلم والأربعة، كذا ذكره الحلبي. وقالت المساني، هو حماد بن زيد بن درهم يكنى أبا إسماعيل الأزرقي مولى لجرير بن حازم البصري الأزدي أخو سعيد، مات سنة 99 و100. طيب المسألة دي فيها بحث، عايزين نعمله، هنشوف هتشتغلوا مش هتشتغلوا. قال حماد، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة بن دينار الإمام أبو سلمة أحد الأعلام، روى عن أبي عمران الجوني وغيره، وروى عنه شعبة أي ابن الحجاج العتكي، ومالك أي ابن أنس إمام دار الهجرة وغيرهما، صدوق يغلط. قلنا أن حماد بن سيد بن سلمة بن دينار علمه قد حماد بن سلمة بن درهم 10 مرات، ابن حماد بن زيد بن درهم 10 مرات كما قلنا في الحديث، ماشي. ولكن البخاري روى عن حماد بن زيد بن درهم في الصحيح، ولم يروى عن حماد بن سلمة بن دينار في الصحيح، إنما روى عنه في الأدب المفرد وغيره من الكتب. ها، وقال وذلك لإتقان وشدة تحقق حماد بن زيد بن درهم، لكن ابن سلمة بن دينار كان يروي عن بعض الضعفاء، فلذلك قالوا صدوق يغلط. وليس هو في قوة مالك. وأخرج له مسلم، لكن ده حماد بن زيد بن درهم صدوق، ده مصطلح الإمام غالبا الحافظ ابن حجر، لأن الصدوق عنده دي درجة مقبولة من مقبول الحديث من رواة الصحيح، يعني يدخل في الراوي يكون من ليس رواة الحسن بس، ده رواة الصحيح أيضا، فقد يصف راوي الصحيح الحافظ ابن حجر بأنه صدوق بس. وصدوق دي ممكن تقول إن هو راوي الحسن، بيروي الحديث الحسن لكن ما رويش الصحيح، لكن اصطلاح كده الحافظ ابن حجر انه اذا قال صدوق يقصد به انه يروي الصحيح، لان هذا من رواه الصحيح، يروي له مسلم، ماشي. واخرج له مسلم والاربعه، كذا ذكره الحلبي. وقالت المساني، هو حماد بن زيد بن درهم، خلاص، يكنى ابا اسماعيل الازرقي مولى لجرير بن حازم البصري الازدي اخو سعيد، ها، مات سنه 99 و100. الاختلاف في الاسم، مين الراوي ده؟ عايزين نجيب الحقيقة بتاعت هذا الأمر نبحثها، ما احنا دلوقتي بنشتغل في الحديث، المهم باخد درس حديث ليه؟ هذا انه بنعمل ايه؟ عشان نعرف أيهم هذا الرجل، هل هو حماد بن سلمة بن دينار أم حماد بن زيد بن درهم؟ نيجي لكتب الرجال ونشوف مين الراوي عن حماد ده؟ هو روى عنه مين؟ وهو روى عن من في الكتاب ده؟ يعني هو هنا حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد، وأن أخبرنا علي بن الحكم. الله، جميل. يبقى ممكن نحن نعرف حماد ده مين باعتراف شيخه، باعتبار شيخه واعتبار تلميذه، إلا لو حصل الإشكال أن يكون الاثنين لهم نفس المشايخ ونفس التلاميذ. لكن ممكن انا ابحث في حماد بن زيد بن سلمة بن دينار،
وابحث هل من شيوخ موسى بن اسماعيل التبوذكي. لو وجدنا ان من شيوخ موسى بن اسماعيل التبوذكي وان من تلاميذه قصدي موسى ابن اسماعيل التبوذكي كان تلميذ حماد وان حماد كان تلميذ علي بن الحكم، يبقى الاسناد ده فيه موسى، يبقى الاسناد ده حماد بن سلمة بن دينار، ابن حماد بن سلمة بن دينار. وجدنا لا ده شيخه ولا ده تلميذه، يبقى هو الثاني حماد بن زيد بن درهم. هنا ما حققوش المساله دي في الكتاب، او لعل الشارح جوه يكون حققها الشيخ المحاشي. ماشي، يبقى ده بحث عايزين حد يشتغل فيه. هتعرف تشتغل فيه؟ امال بتعلموا حديث ده ايه؟ احاول انا اعمله. قال اخبرنا علي بن عبد ابن الحكم اي البناني البصري روى عن انس وابي عثمان النهدي وطائفه منهم نافع وعنه الحمادان. اهو ده حصلت اشكاله، ان الحمادين روى حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، الاثنين رووا عن ايه؟ علي بن الحكم البناني. خلاص، يبقى ده اول ايه اشكال هيقابلنا، يبقى ايه نعرفه من تاريخ ايه تلميذه بقى اللي هو ايه موسى بن اسماعيل التبوذكي. ها، هل حماد بن سلمة بن دينار روى عنه موسى بن اسماعيل التبوذكي؟ لانه اصبحوا مشتركين الان في من رووا عنه. خلاص، اخبرنا علي بن الحكم اي البناني البصري البناني البصري ها روى عن انس وابي عثمان النهدي وطائفه منهم نافع وعنه الحمادان. الحمادان رووا عن ايه؟ علي بن الحكم البناني. البناني يا جماعه عشان نسبه للبنان اللي هو المدرسه، المكان الذي كان فيه انس بن مالك، والذي ينسب اليه ايضا ثابت بن سالم البناني، اوثق من روى عن سيدنا انس بن مالك واوثق تلاميذه، ها، وهو الثقه المحقق لكتب ايه؟ لكلام سيدنا انس بن مالك. روى وعنه الحمادان وعبد الوارث وعده اخرج له البخاري والاربعه. عن عطاء اي ابن ابي رباح ابو محمد القرشي مولاه المكي احد الاعلام يروي عن عائشه وابي هريره وعنه الاوزاعي وابن جريج وابو حنيفه والليث وامم توفي وله 80 سنه اخرج له الائمه السته، كذا ذكره الحلبي. وقال التلمساني هو ابن يسار ابو محمد مولى ميمونه، نفس المشكله اللي سابق، هل هو عطاء ابن يسار ولا عطاء ابن ابي رباح؟ خلاص، هو ابن يسار. وقال التلمساني هو ابن يسار ابو محمد مولى ميمونه بنت الحارث اي الهلاليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هلالي مدني. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على الاصح من بين نيف و30 قولا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كمه هرة فقال يا أبا هريرة، فاشتهر به. أن النبي هو اللي سماه كده، في الكتاب ما نصش على الكلام ده، في كتاب إيه تدريب الراوي، إن هنا صرح بأنه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كمه هرة فقال يا أبا هريرة فاشتهر به. وقد بسطنا ترجمته في المرقاتي شرح المشكاه، ده ايه اللي هو قلنا ان ملا علي القاري عامل ايه ملقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح رضي الله عنه وارضاه. والاوجه في وجه عدم انصراف هريره في ابي هريره هو ان هريره صارت عالما لتلك الهره. طيب، ان في ناس قالت جواز ان يقول عن ابي هريره، ولكن الاوجه ان تقول عن ابي هريره لان هريره غير مصروفه، فتجرب الفاتحة. ماشي، والأوجه في عدم في وجه عدم انصراف هريرة في أبي هريرة هو أن هريرة صارت عالما للعالمية، ممنوع من الصرف للعالمية لتلك الهرة. ونقل التلمساني في كنيته أنه هل يجر أو لا،
قال أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني أنه يجر، ورواه عن الأئمة يعني عن أبي هريرة، يبقى هريرة. خلاص نقل الترمذي وفي كنيته أنه هل يجر بالكسر يعني أو لا. قال أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني أنه يجر، ورواه عن الأئمة المشارقة منهم ابن حجر يعني العسقلاني، ونصره الشيخ أبو عبد الله ابن مرزوق. وقال هريرة اسم جنس مصروف أضيف إليه، فهو على ما هو عليه، وهو جزء اسم، وجزء الاسم يجر. وذكر لي بعض أصحابنا أن أبا الفضل هو الذي أفاد المشارقة صرفه، فإنهم كانوا لا يجرونه فأبدى لهم علة الجر واستحسنوها. أبو الفضل بن حجر، الحافظ بن حجر. وذكر لي بعض أصحابنا أظن أن أبا الفضل هو الذي أفاد المشارقة صرفه، أي أبو هريرة، فإن بمعنى جره بالكسرة فينصرف. فإنهم كانوا لا يجرونه، أي يقول أبو هريرة، فأبدى لهم علة الجر واستحسنوها، الذي شرحناها قبل ذلك، وصوبوها. وقال قوم إنهم لا، وقال قوم إنه لا يجر. وبه قال الشمني المشرقي وأبو عبد الله من شيوخنا وألف فيه، وقال إنه بعد التركيب حدث فيه المنع، لأنه عالم وفيه تأنيث وهما مانعان، إن بعد التركيب فيه العالمية والتأنيث، ودول مانعان من الصرف، يبقى إيه؟ يجر بالفاتحة ولا يصرف. حدث فيه المنع أي من الصرف، لأنه عالم وفيه تأنيث وهما مانعان، ومنه قوله في أبي خراشة أيضا. أبي خراشة ولا أبي خراشة؟ أبا خراشة، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وروي أبو شاه في قوله، فقال رجل يا، يقال له أبو شاه، واكتبوا لأبي شاة بالوجهين، وهو كأبي هريرة. إن في حديث أيضا وروى أبو شاه في قوله، فقال رجل في حجة الوداع يا رسول الله اكتب لي كتابا، ففي واحد اسمه أبو شاه قال يا رسول الله اكتب لي كتابا، هل هو أبو شاة ولا أبو شاتة؟ هل هو يجر بالفاتحة أم يجر بالتنوين والكسر؟ في قوله فقال رجل أي في حجة الوداع يقال له أبو شاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات كتابا أو لأبي شاتة، ماشي، بالوجهين، وهو كأبي هريرة أي في صرفه من عدمه، هل هو مصروف أم لا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، احنا كده هنكتفي بقراءة المتن اليوم، قصدي شرح مولى علي القاري. طيب نكمل. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو سيد العالمين وسند عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذار ابن معد ابن عدنان. على هذا النسب وقع إجماع الأمة، وقد ضبطت هذه الأسماء في رسالة مسماة بالمورد في المولد. الله، وقد ولد الشيخ مولى علي القاري له كتاب اسمه المورد في المولد، على طريق الحفاظ، مولد النبي على طريق أهل الحفظ والحديث. وقد ولد صلى الله عليه وسلم بالشعبي، وقيل بالدار التي عند الصفا التي بنتها زبيدة مسجدا. من سئل عن علم أي مما يتعين تعليمه، وقيل الحديث،
ورد في الشهادة، وقيل في تبليغ رسالة عند الحاجة، والأظهر أنه المراد به العلم الشرعي كما قال به الحليمي من أئمة الشافعية الأكابر، وكثيرون يؤيده حديث ابن ماجة: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في الدين ألجمه الله بلجام من نار. والعلوم الشرعية مما يستفيدون ما يستفيدون من الكتاب والسنة من أصولها وفروعها ومقدماتها التي تتوقف على معرفتها بقدر الحاجة إليها دون التوغل فيها. فكتمه أي بعدما علمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة، أي عند قيامهم من قبورهم. واللجام بالكسر ما تلجم به الدابة ليمنعها من النفور، شبه ما يوضع في فمه من نار بلجام في فم الدابة، وهو إنما كان جزاء إمساكه عن القول الحق، وخص ليمنعها من النفور، الخص اللجام ليمنع الدابة من النفور. وشبه ما يوضع في فيه أي في فمه من نار بلجام في فم الدابة، وهو إنما كان جزاء إمساكه عن القول الحق، وخص اللجام بالذكر تشبيها له بالحيوان الذي يسخر ويمنع من قصد ما يريده. فإن العلم من شأنه أن يدعو الناس إلى الحق القويم ويرشدهم إلى الطريق المستقيم، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الترمذي: حسن. وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. وفي حديث ابن مسعود: فكتمه عن أهله. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: من كتم علما علمه الله وأخذ عليه أجرا جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وقال الشافعي: ومن منع الجهال علما أضاعه، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وسئل بشر عن هذا الحديث فقال: إياي تعني، دع هذا اللجاج هنا حتى يأتي أهله، فإن نشره في غير أهله كمنعه من أهله. وروي عن أنس مرفوعا قال: لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب، يعني الفقه والعلم، في أيدي الظالمين والمرائين وطالب الدنيا. وعن أنس أيضا مرفوعا: طلب العلم فريضة، ووضع العلم في غير أهله كمعلق الجواهر واللؤلؤ على الخنزير. وروي مرفوعا أن عيسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: لا تكلموا بالحكمة لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم. ومما ينسب لعلي كرم الله تعالى وجهه: وناشر العلم بين الجاهلين كموقد الشمع في بيت لعميان فبادرت. ده كله في متن الحديث وإسناده، وده محتاج ان احنا نشرح شرح القاري ايضا، فنشرح شرح القاري والمرة الجاية نبتدئ في شرح القاري، وبعدين ندخل على شرح الشيخ الخفاجي. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعانى وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة يا أولاد؟ اثنين: حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. فلما أطلق حماد، والاثنين كانوا في عصر واحد، والاثنين من مشايخ البخاري، والاثنين لهم شيوخ مشتركة وتلاميذ مشتركة زي الذي روى عنه هنا، هو تلميذ اللي روى عنه هنا حماد بن زيد بن درهم،
روى عن علي بن الحكم، والاثنين رووا عن علي بن الحكم. خلاص روى عن الاثنين، روى عنهم علي بن الحكم، عن حماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم. فاحنا مش عارفين يبقى هنميزه بايه؟ بتلميذه اللي هو مين؟ موسى بن اسماعيل التبوذكي. لو كان موسى بن اسماعيل التبوذكي روى عن الاثنين يبقى دي بقت اشكال مش هنعرف نحلها بقى ايه، عشان كده اختلفوا هنا. وايضا مثل ذلك في عطاء بن ابي رباح ولا عطاء بن يسار، ها نشوف شيخه مين وتلميذه مين، ها دي بتحل اشكالات كتير جدا ما تعرف. ماشي، ما حاول نجيبها ان شاء الله. نعم، في حاجه تاني؟ نعم. قوله كان غايه في الضبط والاتقان له تنبيهات وردود على كبار مصنفين في بعضها، اقصد ان الردود والتنبيهات هي في تنبيهات كلمه هي في نفسها ردود على بعض المصنفين. صحيح، هو عند مين اسمه ايش هذا؟ في الوقش، في ترجمه الوقش قال القضايات كان غايه في الضبط والاتقان وله تنبيهات وردود على كبار المصنفين في بعضها، اقصد ان هذه التنبيهات هي يعني هي ردود على بعض المصنفين أو بعض الكلمه اللي احنا ما كناش عارفين نقراها. طيب طيب استنى بس، ايوه مظبوط، بس انا الاقيها هي عند اي اسم؟ عند الوقش يا شيخ، عند صفحه لو نفس الطبعه 29 39. السطر الرابع من فوق على الصفحه الرابعه طليطله له تنبيهات كان غايه في الضبط ايوه والاتقان وله تنبيهات وردود على كبار المصنفين في بعضها ايه؟ في بعضها يعني ممكن المعنى يعود ان الردود والتنبيهات. الكلمه اللي بعد بعضها عرفت تجيبها؟ لا، ما هي بالمعنى، ما هي كده يعني، هو كده تجيب لك الكلمه كامله، الكلمه كده المقطع كامل حتى المعنى. امال ايه الكلمه اللي بعدها قبل بين وكان وكلمه بعضها؟ ايه الكلمه دي؟ لا، ده مقطع ثاني. وكان له نظر في الاصول واتهم، ده مقطع ثاني. وكان له نظر، اما هو انا عايز بين بعضها وكان في كلمه. لا، بعضها تم هذا الكلام، كيف تم هذا الكلام حضرتك؟ كان غايه في الضبط والاتقان وله تنبيهات وردود، هذه التنبيهات والردود في بعضها، في بعض هذه التنبيهات ردود على كبار المصنفين في بعض هذه التنبيهات، هذا المعنى. بعضها يعود على التنبيهات، بعضها هذه التنبيهات فيها ردود على كبار. لا، في كلمه مكتوبه فيها قاف وفيها لام وفيها ياء، مكتوب تحتيه ايه نقطتين تحتيه وقاف والف او لام. ما هي؟ يقال يقال وكان له نظر يقال مظبوط كده، هي يقال مظبوط، يبقى انت جبتها كده يقال. لا، انا اقراها المره الجايه ان شاء الله ونشرحها ان شاء الله. شوف، مش مكتوب الياء واللام مش واضحه والالف مش موجوده خالص، فدي يقال، صلحوها يا اولاد. في بعضها يقال، شاطر، دي الكتب دي عامله زي المخطوطات. نقرأ إن شاء الله المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. كم دقيقة هنا يا مولانا؟ العلم يستخدمه في هواه ولا ينتفع به، بل يضره العلم ويضر الآخرين، وهو يضر الآخرين بذلك العلم. خلاص؟ إن إيه؟ واحد فاسق أو اللي هم العامة، ها؟ لما تكلم العامة بالعلم لن يستوعبه وقد ينكره، وإذا تعلمه قد يستخدمه فيما يسيء به إلى الشرع الشريف أو يستخدمه في فعل المحرمات. ها، فلا تضع العلم إلا عند أهله، أي ما هو طالب العلم اللي نيته سليمة أو الذي يرجى ذلك فيه. خلاص، لكن لا تضع بين الفساق والعامة الذين لا يستوعبونه، وقد يكون العلم لهم فتنة. خلاص، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر جاء أوانه، وليس كل ما جاء أوانه حضر رجاله. سجلت؟ خلاص، مش ها حلاوتك انت شاطر، فهي لازم تكون كده. ها، أهل العلم للعلم، ربنا علمنا إياكم. يلا تفضلوا إن شاء الله تعالى. آمين وإياكم، نفعنا الله، أحسن الله إليك. انا ما براجعش بقرا على طول، فعشان كده ايه ما اقدرش.